وأكلات تساعد على زيادة وزن الجنين. البيض يعتبر مصدرا مهما للبروتين والحديد وحمض الفوليك والكولين، ولذلك فهو من أفضل الأغذية الصحية لزيادة وزن الجنين داخل رحم أمه. أما الكولين فهو عنصر غذائي له أهمية كبيرة لتطور دماغ الجنين والتقليل من خطر عيوب الأنبوب العصبي مثل السنسنة المشقوقة. يوجد الكولين في صفار البيض، لذلك من المفضل أن تتناول الأم البيضة كاملة للاستفادة من جميع العناصر الغذائية الموجودة في البيض، ولكي تزود الجنين بعناصر القوة الدماغية، خاصة وأن البيض مدعوم بعنصر أوميجا 3. اللحم يعتبر مصدر جيد للبروتين، فاللحم البقري يحتوي على الحديد وفيتامين باء، ويحتاج الطفل في رحم أمه إلى الكثير من البروتينات. تقدر هذه الحاجة اليومية بحوالي 25 جرام إضافي بشكل يومي من أجل مساعدة الجنين على نمو وتطور عضلاته وأنسجته بالشكل الصحيح. يعد كذلك عنصر الحديد من العناصر الغذائية المهمة لنمو الجنين، فعدم حصوله على ما يكفيه من الحديد يسبب لديه ضعف في النمو وزيادة في خطر الولادة المبكرة وانخفاض في وزن المولود. وأيضا توفر اللحوم كمية كبيرة من فيتامينات B6 والمهمة في بناء ونمو أنسجة الجنين، وتوفر أيضا فيتامينات B12 والتي تساعد على الحفاظ على خلايا الدم الحمراء والأعصاب في حالة صحية جيدة. الحليب يفضل أن تتناول المرأة الحامل مقدار كوبين من الحليب يوميا، مع إمكانية زيادة هذا المقدار إلى 4 أكواب في اليوم، وذلك بسبب أهميته كأحد أفضل مصادر البروتين. وقد توصلت دراسة إلى أن تناول من 200 إلى 500 ملي من الحليب في اليوم يؤثر إيجابيا على وزن الجنين، ويفضل شرب الحليب الطازج دون أي إضافات من أجل الاستفادة من العناصر الغذائية التي يحتوي عليها. الخضروات الورقية يفضل أن تتناول المرأة الحامل الخضروات الورقية الخضراء على الأقل 3 مرات في الأسبوع، وذلك لكونها تحتوي على كمية جيدة من فيتامين جيم وحمض الفوليك والحديد وفيتامين ألف والمغنيسيوم. يعد البروكلي ضمن هذه المجموعة الغذائية، ويعتبر فيتامين ألف من الفيتامينات المهمة لسلامة البصر، له دور رئيسي في نمو وتطور العظام والجلد عند الجنين، مما يتسبب بوضوح في زيادة الوزن. السمك والبقوليات. تعد الأسماك مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، إضافة إلى احتوائها على البروتين، والسمك هو من أحد الخيارات الجيدة من أجل تنمية شاملة للجنين. تعتبر البقوليات مصدر مهم لحمض الفوليك والألياف والحديد والبروتين والكالسيوم، والمهم جدا لصحة الأم وجنينها أثناء الحمل. ويعد حمض الفوليك هو أحد فيتامينات B9، وهو عنصر غذائي مهم جدا لصحة الأم والجنين خلال فترة الحمل، وتحديدا في الأشهر 3 الأولى، وذلك لكونه يقلل من خطر بعض العيوب الخلقية والأمراض. وبالرغم من أهمية هذا الحمض، فإن النساء الحوامل لا يستهلكن ما يكفيهن من حمض الفوليك، وعدم كفاية كمية حمض الفوليك تؤدي إلى زيادة خطر عيوب الأنبوب العصبي وانخفاض وزن الجنين عند الولادة، وأيضا إلى أن يصبح الجنين معرضا بشكل كبير للمرض والعدوى في وقت لاحق من الحياة.